رجل زنى بامرأة وتابوا جميعا وتزوجها هل عليهم شيء؟ إذا تابوا جميعا توبة صحيحة ثم عقد عليها عقدا شرعيا بعد التوبة فلا بأس بذلك، ولكن لا يعقد عليها إلا بعد العدة، من لأنها ربما تزني مع غيره أيضا، لا يعقد يعني لازم من التوبة ولا بد من العدة لأن يستبرئها من أن لا يكون فيها حمل، قد تكون أنها تزني مع غيره وهي حامل، فلا بد من التوبة هذا شيء، والشيء الثاني لا بد من تمام العدة. نعم.